باب القبول لدفعة جديدة في المدارس العسكرية. الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي صدق على الإعلان عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيا من البنين للمرحلة الإعدادية الثانوية في المدارس العسكرية الرياضية في كل من المنيا والإسماعيلية والإسكندرية والمستقبل التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة للعام الدراسي 2022-2023، وده طبعا بيتم طبقا لشروط القبول لكل مرحلة. ده كان خلال وقائع المؤتمر الصحفي اللي أعلن خلاله اللواء أركان حرب خالد شكري درويش رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة أنه هيتم البدء في سحب ملفات القبول لحد يوم 20 يوليو 2022 في مقر المدارس العسكرية الرياضية ومكاتب المستشارين العسكريين في المحافظات المختلفة، وبيبدأ قبول الملفات بعد استيفاء كل البيانات المطلوبة اعتبارا من 18 يونيو لحد 27 يوليو 2022. فكل الطلبة طبعا من الذكور يقدروا يتقدموا طبعا بملفاتهم للمدارس العسكرية، مدارس طبعا فيها مميزات كتيرة جدا بتسهل كمان الالتحاق بالمعاهد والكليات العسكرية، بتتميز بالدقة والانضباط، بيتم التدريب فيها الطلبة على حوالي 14 رياضة مختلفة، والمتفوقين منهم بيحق لهم الالتحاق بالمنتخبات القومية. فالحقيقة هذه المدارس بتخرج يعني عدد من الشباب الأصحاء جسديا واللائقين جسديا طبعا، لأنه بيتم عمل اختبارات أصلا للقبول في هذه المدارس. فطبعا زي ما قلت حضراتكم فيما يخص الخبر، التقديم بدأ علشان اللي حابب يلتحق بالمدارس العسكرية.